الاخوان هادو الشيوخ ديالنا اللي كنا نسمعوا الاصوات ديالهم، الله يبارك مصلى ديال سالم بمدينه بركان. شي كلمه مناسبه عيد الاضحى المبارك؟ شعار المدينه مدينه بركان يوم العيد. السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم وعيدكم مبارك سعيد، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله في احسن الظروف، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ونهاركم مبروك خوتي. هذه الاجواء بعد صلاه العيد مصلى سالم بمدينه بركان. نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف، والعقبه ان شاء الله السنين اللي راهم جايين باذن الله. تبارك الله عليك، عيدك مبروك. نقبل العيد مبارك سعيد ان شاء الله، والمغفرة الذنوب، وقبل عيد ان شاء الله السنين الجايه ان شاء الله. والاجواء كيف جاتك اجواء في المصلى ديال سالم؟ ايوا المصلى راه مزيانه تبارك الله الحمد لله. اجواء روحانيه؟ اجواء روحانيه ومزيانه بزاف بزاف كاع الحمد لله. اسيدي عيدك مبروك، تعيد تعاون ان شاء الله. ان شاء الله. مغفرة الذنوب، تحياتي لك. الله يحفظك بارك الله فيك. ديال الاجواء الاخوان ديال مصلى سالم. الشيوخ ديالنا تبارك الله عليكم، الله يبارك فيك. الاخوان هادو الشيوخ ديالنا اللي كنا نسمعوا الاصوات ديالهم، الله يبارك مصلى ديال سالم بمدينه بركان. شي كلمه بمناسبه عيد الاضحى المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى الدين. اما بعد، عيدكم مبارك وسعيد لكل المغاربه من طنجه للهويره عامة، ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحافظه خاصة. من هذا المنبر، هذا شيخنا سيدي ميمون العزيز شيخ القراءات، فهو مدرس للقراءات برواياتها وبقراءاتها وبطرقها. هذا سيدي الشيخ ميمون العزيز، هو من مدينة بركان من أبناء الشوحية، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه ووفقه لما يحبه ويرضاه. الاجواء اللي كتشوفوا الحمد لله، الاجواء يعني اجواء اخويه، اجواء اسريه، اجواء عائليه مغربيه. الحمد لله ولله الحمد والمنه على ان هدانا ووفقنا لهذا اليوم المبارك السعيد. واجدد التهنئه مره اخرى واقول عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. حفظ الله شيخنا. الله يبارك فيك شيخنا. شي كلمه بمناسبه الله يبارك فيك، ما خلى لي ما نقول، ولكن اقول للشيخ عيسى وفيت وكفيت، صلى الله ان يبارك فيه وان يحفظ هذا الشاب الذي جمعنا الله به في هذه الصبيحه، صبيحه عيد الاضحى. صلى الله ان يبارك فيه. كما ترون المصلى صلينا بها، كان الناس يتزحمون على الاماكن ليصلون ليؤدون صلاه السنه، ولكن الحمد لله وفقنا الله، حتى كان الخطيب سيدي الشيخ احمد قاضي وتطرق لبعض الاماكن لمس بها قلوبنا ودمعت لها عيوننا. سأل الله سبحانه عز وجل، والله يهمنا يعني صراحه لذه العيد قد كادت ان تدمر في قلوبنا لما نسمعه على اخواننا في فلسطين، لان المسلم واخو المسلم ونحن الجسد الواحد. اخواننا يقتلون ويتهدم عليهم البيوت وترمى نساؤهم ويقتل شيوخهم، فكيف لنا ان نبتسم وكيف لنا ان نكون في فرحه تامه وهم في هذه المحنه الشنعه الغريبه التي لم يسبق لها مثيل الا من اعداء المله والدين. سأل الله سبحانه عز وجل كل في هذا اليوم الكريم
أن يحقق لهم الرجاء وأن يمكنهم في الأرض وأن ينصرهم على عدوهم وأن يخذل عدونا هذا العدو الظالم وأن يخذل كل من خذلهم. وبارك الله في شبابنا وعيدكم مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير. وسيدي الشيخ عيسى صلى الله يبارك فيه الرجل المحبوب والرجل صراحة هو الناس كيجري ويذبحوا لكن هو ما عندوش هذا الذكرى وقف وراه وقفنا معاه وفيها خير وفيها خير 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 إن شاء الله. الله يرضى على هذا الشيء. إلا جات على خاطركم شي دعاء لينا والمتابعين اللي كيتفرجوا فيكم درك. يسر الله أمرنا وأمركم ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وهدانا للصواب وسدد خطانا وحفظ ولي أمرنا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في أسرته وفي شعبه وفي بلده وفي في الأمة الإسلامية جمعاء وهدى الله ويكون ما يحبه الله. السلام عليكم. صلى الله أن تكون هذه القناة قناة بركة تقرب الخير وتبعد الشر. صلى الله سبحانه عز وجل أن يرفع لكم الدرجات وأن أن تكون إن شاء الله معلمة إن شاء الله لكل من يريد أن يسمع كلام الخير وينشرح له صدر بإذن الله. الإنسان. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. مدينة بركان يوم العيد. هذا الاخوان نكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو. هذا عيدكم مبارك سعيد والعقبه ان شاء الله للسنين اللي راهم جايين باذن الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.